السلام عليكم. في ناس كده انا بتبشر بيهم، اول ما اشوفهم احس ان قلبي انشرح. شو حضراتكم، هشرح لكم حاجه هي بره الموضوع، بس انا ما ببقاش عارفه اي ضيف جاي معايا مين خالص، غير لما بستلم السكريبت قبلها بكام ساعه كده يعني بالليل، فبقرا السكريبت فلقيت ان انا هيكون معايا الجميله اسماء سالم. انشرحت، والحقيقه بشكر بقى زمايلي في الاعداد انهم جابوا اسماء معانا لتاني مره. ولما شفتها فرحت جدا جدا، لان اسماء كانت ضيفتي مره واحده بس. وبشكر اهو، ميرسي جدا يا هاجر، ميرسي جدا يا شريهان انكم اتصلتوا باسماء وجبتوها تاني، وبتفاجئوني دايما مفاجآت حلوه يعني. ميرسي اسماء. حبيبتي انا بجد اللي شاكره ليكي جدا، وبجد مبسوطه جدا جدا انك بخير يا نشوى. عايزه اقول لك كل اللي عندي على الصفحه مبسوطين قوي وبيبلغوكي السلام جدا جدا، وبيحمدوا الله والله على شفائك. الف مليون سلامه عليكي. الله يسلم قلبك ويرضيكي وكتر خير كل متابعينك على صفحتك، كتر الف خيركم والله العظيم ببركه دعوات الطيبين. انا ربنا نجاني، وانا لحد اللحظه دي لا انا ولا الدكاتره اللي كانوا بيعالجوني فاهمين، انا ربنا نجاني الحمد لله طبعا فضل ونعمه. ازاي يعني انا الحمد لله؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا حلوه يا جميله. حبيبتي بصي هقول لك حاجه، انا قلبي ذكي، يمكن عقلي مش ذكي قوي بس قلبي ذكي وبيحس بالناس. انت ست عندك كده بركه، وانا سبحان الله ربنا في ناس كده بتقعد قدامي فبحس كده كانهم ايه، النور طالع من هنا، فانت من الناس المنورين. ربنا يبارك في حضرتك والله. وفكره تفسير الاحلام دي يعني في ائمه كبار زي ابن سيرين. أيوة. من المفسرين، واحنا بنستند من بعلمك اكيد طبعا. اكيد طبعا لازم بنبقى قاريين كويس، فاهمين كويس، مش بنقول اي كلام وخلاص، مش بنتكلم في علوم غيبيه خالص، احنا بنفك دلالات او شفرات موجوده كده في المنام، وان شاء الله التوفيق طبعا اولا واخرا من عند الله. بس انا عايزه اقول لك حاجه، اتفضلي. دايما بقول الامور اللي فيها اشارات من الله، ربنا هو اللي بيختار الناس اللي يستخدمهم لنقل هذه الإشارات. أكيد. فأنت يعني ربنا اصطفاكي من الناس لأنك أكيد حد يعني بركة. يعني والله يعني أتمنى أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى أكون موفقة في هذا الأمر بإذن الرحمن. أنا مش عايزة ناخد وقت كتير، فإحنا هنستقبل تليفونات على فكرة، اللي عنده يعني رؤية عايز أو حلم أو كده، الأرقام قدام حضراتكم على الشاشة، وأنا بفرح جدا بالفقرات اللي فيها اتصال مباشر بحضراتكم يعني عشان نسمع صوتكم كده وننبسط معاكم. ومعانا حبيبتي هتفسر يعني أي حد عنده رؤية أو حلم يتصل، وهي هتقول لنا إيه الدلالات. أسألك سؤال قبل ما التليفونات بقى ما تيجي، الفستان القمر ده انا معجبه بيه جدا جدا، جاي ده منين حضرتك؟ هو احنا عندنا في ستايلست جميله اسمها هيام، ما شاء الله موجود الـ كمان الكوليكشن بتاعها موجود في عندنا في سوهاج. سوهاج يا هيام والله العظيم هاين عليا اجيلك، انا بحب الستات الجدعه والبنات الامامير الشطار، يسلم ذوقك. لا يا شطوره جدا، منتهى الشياكه اللي في الدنيا والله العظيم. اول ما دخلت قلت لها انا هسالك الفستان ده جايبه منين، يسلم ذوقها يعني بجد. وبناتنا اللي في سوهاج واللي في الصعيد كلهم واللي في بحري برضه عشان محدش يزعل، امارات جدا يعني. ربنا يبارك في حضرتك. طيب قولي لي، في ساعات الواحد بيشوف حلم كده او حاجه فيصحى منشرح وحلم حتى يبقى مش عارف يجمع تفاصيله، بس هو صاحي مرتاح، انا حلمت حلم كده بس مش فاكراه قوي، بس حاجة بسطاني. صحيح. ده بيبقى من ايه؟ صحيح. هو طب استني، لا استني قبل ما تجاوبي، انا سؤالي مش مهم. لا معانا سارة. الو يا سارة. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سارة؟ تمام الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله حلوة. قولي لنا عايزة تسألي على ايه؟ كنت عايزة اسلم على الأستاذ اسمها الأول. اتفضلي. أهلا بيكي يا حبيبتي. أهلا بحضرتك. اتفضلي. كان في حلم حلمته من فترة، إن أنا كنت راكبة مع شخص عربية هو ومامته. تمام. ونزلنا في نص الطريق، حسيت نفسي إن أنا تعبت، رحت البيت ونزل. لا حسيتي إيه؟ نفسي إن أنا تعبت شوية. حسيت إنها تعبت. بس لقيت إن هو نزل واداني قماشة مكتوب عليها قرآن وسبحة. الله. حلو. تمام. طيب انا هسالك سؤال، انت بتعملي رقيه شرعيه في الوقت اللي شفتي فيه المنام؟
لا بس انا ساعات بشغلها وكده اسمعها. يعني وظبتي عليها سماعا. حاضر. طيب في امور عندك واقفه، امور متعطله، حاجات كده واقفه مش ماشيه صح؟ هو الشخص ده كان في حكايه ارتباط، بس حصل الموقف خلى الامور اتعجبت شويه. كان في يعني ارتباط، في امر ارتباط بينك وبينه؟ وبعدين في امور وقفت الارتباط. بس ما زال ان هم عايزين يجددوا الرجوع تاني، هو واسرته عايزين يجوا تاني. ابشري لانه هيتم هذا الامر باذن الله تعالى. ما هو المنديل الابيض ده بتاع المأذون ان شاء الله باذن الله. يا رب. القماشه البيضاء اللي مكتوب عليها القران الكريم، هو هذا هو الامر. طبعا لازم امشي مع الراي كده تدريجي لغايه لما بنقف على التاويل الصحيح، فوصلنا لان خلاص هذا الشخص هو المفروض تقدم ليها، فالعربيه اللي هي ركبتها معاه ده الامر اللي هم ان شاء الله هيجتمعوا عليه باذن الرحمن. ودايما المنديل الابيض كده سمع من سمات الافراح، وكون انه مكتوب عليه قرآن كريم فهذا هو الأمر المقصود به عقد القران. مبروك يا سارة مقدما وبأسمينا. معانا مكالمة تانية من نورهان. ألو 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 يا نور، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حلوة، معاكي أسماء. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم قلبك يا حبيبتي، الله يسلمك. ازيك يا أستاذة أسماء، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام حبيبتي، أهلا بيك. عايزه اقول لحضرتك بس حاجه صغيره. حضرتك كنت مفسره لي رؤيه اني انا في الجامعه وهيحصل لي دروب كده، ان انا هيكون في وقعه في ماده عندي. وان شاء الله هتخطى ده وهنجح. انا الحمد لله نجحت وتخرجت. عايزه اقول لك ان حضرتك فسرتي لي حاجات كتيره جدا وكلها اتحققت الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ومستنيه الباقي كمان باذن الله. حضرتك يا رب يا حبيبتي، حد في الدنيا ربنا يكرمك. ربنا يبشرك يا رب. ربنا يخليك يا رب حبيبتي. انا كنت بكلمك بس عشان اقول لك كده، ما عنديش رؤيه. ربنا يكرمك. شكرا ليك يا جميله. العفو يا حبيبتي. ربنا يا رب كمان يرزقك رؤى حلوه كده وتبشرك بكل خير يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي يا رب. معانا مي. الو يا ميوشة. يا مي. ألو مي مش موجودة، معلش. فحضرتك ما جاوبتيش على السؤال. بالنسبة لأنه يقوم الرأي منشرح هكذا، ممكن يكون مش مجمع، دي في حد ذاتها لو أنا مش واقفة على تفاصيل معينة للمنام، فالمفروض أنه يستبشر خيرا حد جاي. مي نستبشر خيرا بمي. ازيك يا مي؟ لا يا مي بقى بتهزري يعني كده، تاني بقى لف تعملي فينا، اتصلي تاني يا مي. فيستبشر خيرا باذن الله تعالى لو كان بيمر بضائقه، منتظر الفرج في امر معين، فعل ان شاء الله باذن الله تعالى عليه بالدعاء والتصدق لتعجيل هذا الخير، اللي هو طبعا دي بشاره. الدعاء والتصدق نفسه. طبعا يتصدق بتعجيل الخير او تفريج الكرب او تحقيق الشعور اللي وصل له من هذه الرؤيه. تمام. الحاجه همت يا حاجه. ايوه. ازيك يا حاجه همت؟ حاجة. ايوه نوطي التلفزيون يا حاجه. ازيك يا مدام نشوى؟ ازيك يا حلوه، عامله ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلم قلبك يا حبيبتي. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا حاجه. اسماء دي بنتي، دي بدي انا اكلمها. اهي معاك اهي. اهلا بيكي. اهلا اهلا. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله رب العالمين. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير والله. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله يا رب. الله يكرمك يا حاجه. في اي رؤيه او حاجه؟ لا شكرا شكرا، عايز بس اسلم عليك واقول لك بالتوفيق ان شاء الله. الله يكرمك يا حاجه، والله فرح قلبي. وسلمي على جوزك وعلى اولادك. حاضر يا سلام يا حبيبتي. والحاج محمد، والحاج محمد بيسلم عليك يا اسماء. اهلا بيك يا حاج. الناس الحلوه الجميله دي. خد يا حاج كلمها، خد كلمها قول لها ازيك يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبتي عامله ايه؟ اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. اديكي الصحه والعافيه يا رب. اللهم امين، اللهم تقبل يا رب. منور الشاشه خالص. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله الف شكر. ألف شكر يا حاج همت ويا حاج محمد، ربنا يكرمكم يا رب. أنا عايزة أقول لك أنا أول مرة يحصل معايا. اللهم صل على النبي. مبسوطة جدا. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. معانا أحلام. أحلام. أيوه. إزيك يا حلوة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ليا حلم لبنتي، ممكن أقوله؟ طبعًا اتفضلي. طيب هي حلمت إن هي كانت بتمتحن في الجامعة، وبعد ما خلصت الامتحان طلعت تاخد شنطتها، فبصت لقيتها إنها مش لاقياها. تمام. والمكان اللي هي حطاها فيه، وبعدين قعدت تدور عليها على الشنطة كتير بتاعتها، ما فيش فايدة مش لاقياها.
تمام. وفي الاخر راحت طلعت بره الجامعه. كان زميلها كان موجود وكان طلع من الجامعه كان بيخلص بعض اوراق من بره زي تصوير او حاجه زي كده. تمام. فلقيته واقف بره فراحت قالت له ان هو كان هيخلص الاوراق دي وهيمشي على طول، فراحت قالت له شنطتي ضايعه مني ومش لاقياها، فراح خدها ودخلوا الجامعه تاني وقعدوا يدوروا على الشنطه ديت. وبعدين فتحت الشنطه لقت كل حاجه جواها زي ما هي، وراحوا الاثنين طلعوا مع بعض. تمام. هي بنتي 28 سنه وعزباء وفي اعجاب متبادل ما بينهم. بس يعني الشخص ده كان في كده جابه من البعد بينهم هما الاثنين لفتره معينه بعد الاعجاب ده؟ انت عارفه بقى الاعجاب اللي هو بيبقى زمايل في الشغل بالنظرات، لكن مفيش تصريح يعني بتلميحات حاجات زي كده، شقتي مش عارف ايه. الاعجاب اللي هو بقى مش بالصراحه ويخرجوا مع بعض وحاجات زي كده، الاعجاب اللي هو فيه استحياء شويه. حاضر حاضر. طب معلش استاذنك ليا حلم ممكن اقوله؟ اتفضلي بس بسرعه يا حبيبتي اتفضلي. بصي انا بس عايزه افكر مدام اسماء بحاجه، انا اللي كنت بعت لك وقلت لك ان زوجي بيقرا في القران بصوت عالي في الحمام وبيحسن صوته، وبعدين كان حاطط مره حلم تاني رجله قصاد القران، مش عارفه حضرتك افتكرتيني ولا افتكرت ولا كنت خلصتي منه؟ لا افتكرت افتكرت طبعا افتكرت. طيب انا حلمت بتاع ديت ان في اتنين شيوخ بيطلعوا عفريت من تحتي، انا نايمه كده زي حاجه زي ارض الكوخ كده او زي تراب نايمه فيه. وراحوا للشيخين دورت رموا حاجه في فتحه كانت جنبي مربعه في المكان اللي انا بنام فيه، كانت جنبي الفتحه دي عشان يخرجوا يخرجوا العفريت اللي هو عندي ده. تمام. فبصيت لقيت ان في عفريت مدفون تحتي ونايم تحتية. تمام. ولقيته بيقوم، وبعد كده بصيت لقيت اتنين صف دود على المربع اللي جنبي اللي انا نايمه فيه. وبعدين انا قلت ايه ده، هو انا كنت نايمه ده كله ومش حاسه ان في تحت عفريت؟ تمام. وبعدين اتحول الدود ده لجناحين وبعد مضمومين، عارفه جناحين كبار مضمومين، وبعدين الجناحين دول اتحولوا لراجل لونه خمري وباين نصه الفوقاني وانفه معجوفه. طب انا عايزه بس نلحق نجاوب لان فاضل وقت صغير. فيها شعر وعين وتحت عينه كحل اسود تحت عينه. قلت له انت بتسال على مين؟ قال انا بدور، بيقول لي الشيوخ فين هي؟ قال له الشيوخ. قال له انت مين؟ عايز مين؟ قال له عايز حنان، وده اسمي انا. حلال؟ حنان. اسمي احلام. احلام احلام. اسمي انا. تمام. خفت وجريت حضنت. صحيتي امتى بقى؟ صحيتي امتى بقى يا احلام؟ خلاص هو كده. تمام. شكرا. انا هجاوب على المنام طبعا. يعني فاضل دقيقه. المنام الاول يعني تبشر، لان كمان الشنطه بتشير الى الجانب الشخصي، لان الحقيبه بنحط فيها محتوياتنا الشخصيه ونخبي فيها اغراضنا. يعني ان شاء الله هتزغرط قريب. ان شاء الله باذن الله هتزغرط قريب يا احلام لبنتك. ان شاء الله هيتجمعوا على بعض باذن الله تعالى. اما لا، المنام الثاني ده يعني ممكن حد يقول لها اصل ده سحر لا ده حلم من الشيطان. لما تيجي تقولي عفريت وتقولي ولقيت عفريت، ده حلم من الشيطان علشان بس يلقي في قلبها الرعب. طب انا للاسف الوقت خلص. للاسف. طب انا اعمل ايه؟ مش عارفه يا جماعه الوقت خلص. انا مشكور جدا جدا جدا. العفو. وعايزينك تاني كتير. اكيد. عشان الناس اهي بتتبسط جدا لما بتتكلمي. اكيد. ويا رب نتشرف بيكي تاني. ربنا يبارك. مشكور جدا جدا. انا شكرا. الفقره دي خلصت بس عندنا فقرات تانيه، خليكم معانا.